بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لجلسة اليوم تم مناقشة الرسائل الواردة، وكان هناك طلب تمديد لمضاعفة الوقت المحدد للرسائل الواردة بدلا من الساعة إلى ساعة، وكان في العديد من التعليقات والآراء على بعض الرسائل التي وردت اليوم. كذلك تم الانتهاء من المداولة الثانية لقانون المعلومات الائتمانية، والمداولة الأولى تم الانتهاء من المداولة الأولى قانون الصحة النفسية. هناك بعض الملاحظات تم التوافق على أن ترسل هذه الملاحظات إلى اللجنة وتعدل ما بين المداولتين، ومن ثم سيأتي إلى التصويت بعد الموافقة على هذه التعديلات أو تصويت المجلس عليها في المداولة الثانية. يوم غد سنبدأ ببند الأسئلة، وفي طلب بأن تكون مدة البند ساعة بدلا من نص ساعة، ثم سندخل في الرد على الخطاب الأميري عاملا أن ننتهي من هذا البند يوم غد. إذا تم الانتهاء أيضا في طلب تقديم أحد القوانين المتعلقة بالرعاية السكنية. هذا فيما يتعلق في الجدول. فيما يتعلق في موضوع إسقاط عضوية النائبين سأتكلم بتفصيل عن هذا الموضوع، لكن في إشكال قدم. أحكام المحكمة الدستورية ابتداء من نص المادة 173 من الدستور اللي على أساسها صدر قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وما نصت عليه المادة الأولى من أنها تختص دون غيرها، وأن أحكامها بالنظر في المنازعات، ومن ضمن الأمور التي تنظر بها تحديدا وعضوية النواب، وكذلك أحكامها لكل قارئ. القانون ملزمة للكافة وسائر المحاكم، وإحنا طبعا من ضمن الكافة، إلا أنني عند اتخاذ أي إجراء دستوري وقانوني يجب أن أتحقق من كل الأمور الأخرى. في إشكال قدم، صحيح هذا الإشكال لا يوقف أثر تنفيذ هذا الحكم، إنما أيضا سأستمع إلى رد المحكمة الدستورية على هذا الإشكال، وبعد ذلك ستتخذ كافة الإجراءات الدستورية المطلوبة. ونوقشت في مكتب المجلس أمس وتم التصويت عليها بأغلبية ساحقة باستثناء تحفظ أحد الأخوة أعضاء المكتب. ستطبق كل هذه الأمور، لكن بداية أود أن أستمع إلى رد المحكمة الدستورية على الإشكال المقدم من أحد الطاعنين.